السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم؟ عاملين ايه؟ معاكم سارة مصطفى من مطبخي. النهاردة بقى حلقة مختلفة جدا. النهاردة هنفتح تويز بزيادة، هنشوف فيه هدايا كتير قوي. بس عايزة اقول لكم حاجة، بالنسبة للأطفال والصغننين احنا مش بنجيب الحاجات دي عشان الحاجات دي ان هيلثي، ولازم ناكل الحاجات المفيدة. عاملين ايه؟ عاملين ايه؟ ازيك يا سارة؟ ازيك يا سيلا؟ الحمد لله احنا كويسين بخير. هنبدأ نفتح كرتونة الجميلة دي. هنبدأ احنا فتحنا الكرتونة معاكم صح؟ يلا نقول بقى لاصحابنا ايه؟ انا الصف ده، انا الصف ده. ماشي، احنا دلوقتي هنفتح الايه؟ السناكس ونشوف الهدايا فيها ايه. خلاص وانا يبقى ساره هي اللي هتبدا الاول. طيب ابدأي يا ساره. يلا انا مين اللي هيبدا؟ انا. ماشي يا ساره يلا. دي اول واحد هتفتحهولك. يلا انا ابدا. بسم الله بسم الله. انت كملي بقى فاتحه. هاتي هاتي عند الكاميرا. يا اصحابي ناولين، يلا يا سيلا دورك. انا بقى واو، تقيل خالص. وريني ايه ده؟ حصالة. حصالة جميلة. يلا يا سارة ناوليني واحد. اتفضلي شوفي بقى كسبتي ايه. واو الله، دي يويو كده. تعالي نفتحها نشوفها دي ايه. بصي يا اصحابي واو يويو. لا مش عارفه دي ايه، هنشوفها نفتحها. اه مش عارفينها. بصوا مستوردة، يعني مش عارفة الراجل بيخسر ولا ايه. انا هنفتحها ونشوف دي ايه. ايوه واو دي يويو. فتحيني يا ماما دي بتاعتي. دي ايه دي يا ماما؟ دي يويو فعلا. خليني بقى واحد. بسم الله. اه ده شكله تقيل خالص. بصوا اه تقيل قوي قوي. اتفضلي يا سيلا. بسم الله واو. مش انا قلت ساره هتكسب حصاله تاني؟ كسبنا حصالتين، يعني واحده لساره وواحده لسيلا. اديها لها بقى يا سيلا. ماشي ايه حصاله جميله. يلا يلا يا ساره هاتي بقى واحد انتي. اه بسم الله. مش عارفه صراحه حطها كده ليه، كتير خفيف. اه بسم الله واو طياره. طياره هتهاني ده المسدس برضه على قلبي. يلا نطلعها نوريها بقى الناس بسرعه. يلا بسرعه يا سوسو. الله حلوه طياره. بص الطياره حلوه قوي يا اصحاب. تعالي بقى نقربها كده نوريها لهم. هاتي ومتحيها بقى نفتحها في الاخر. خلاص يلا هاتي بقى واحد يا سيلا. اه والله تقيل جدا والله. انا خلصت. بسم الله. اوه جميلة خالص دي كوتشينة. بصوا حلوة قوي. نشيلها برضو جنب الهدايا التانية. يلا يا سوسو ناوليني واحد. بصوا يا اصحابي فاضل اتنين في الكرتونة. اه فاضل اتنين بتوع سارة. لا واحد بتاع سارة وواحد بتاع سيلا. بسم الله بسم الله واو. بصوا يا اصحابي احنا كسبنا اسيل، كسبت حصالة صح؟ وكسبت تاني حصالة اديتها لسارة، وسارة كسبت قلم، وكسبت تاني قلم اديتيه لسيلا. اتفضلي طلعيه بقى. انا القلم بقى.
ايوه زي الحصاله، احنا بدلنا مع بعض يا ساره الحصاله وطلع لنا قلمين، كل واحده خدت واحده. قلم جميل قوي. حلو قوي. يلا هاتي اخر كيس يا سيلا. برضو والله العظيم تقيل. يلا يا اصحاب بسم الله. ساره وسيلا يطلعوه مع بعض ماشي. يلا. زينا جميل. احنا عندنا اصلا بورد. صح؟ احنا عندنا بورد هنكتب ايه عليه؟ هنحطه بعدين. هنكتب بيه. بص احنا كده خلصنا الكرتونة. خلصناها. بصوا. يلا بقى هنشوف الهدايا مع بعض كلها. كسبنا ايه؟ وقلم وده يوجي. يوجي ويوجي وشماعة. وشماعة. فين الشماعة؟ ايوه سماعة دبدوب. سارة اللي كسبتها. بصوا بقى وسيلة كسبت ايه؟ سيلة كسبتي ايه؟ ست حصالة ومسدس وقلم وستيكر. هي بدلت هي وسارة اليوجي مع الكولوريكتور كده بيتحط على السطر لما بتكتبي حاجة بتتلزق كأنك ما كتبتيهاش. وكسبت بورد كمان، قلم بورد. واحد. تمام. حلوة قوي. خلص الفيديو. استديو. انبسطتي يا سيلا من الهدايا؟ وانتي يا سيسو؟ انبسطتي قوي؟ مامي مش بتجيب لنا الحاجات دي يوميا عشان ما يبقاش فيها ضرر على صحتنا. الحاجات دي ان هيلثي. احنا بناكل الحاجات الهيلثي صح؟ صح؟ هيلثي دي اللي هي حاجات المفيدة. بالظبط كده. حاضر. يلا قولي له باي باي. باي. يا رب يكون الفيديو عجبكم. ما تنسوش تحت اللايك والشير والسبسكرايب والسير وتفعلوا الجرس عشان ينزل لكم كل جديد.